ناتالي نصر الله، اهلا وسهلا فيك. انت مشجعه لفرنسا صح؟ زوجك مع مين؟ جوزي مع البرازيل، سو بصير في كثير اكشن وحماس اكيد. يعني منزلك لبعض بصير الحماس أكثر. وصلت للطلاق شي مره؟ طلاق بعد لنشوف الفينال لما يحب. إذا وصلوا فرنسا وبرازيل فينال معقول نوصل للطلاق. إن شاء الله لا دخيلك. ما بدنا نسمع بحالات طلاق بسبب المونديال. بتحبي تحضري فوتبول عادة؟ بتتابعي أو بس بالمونديال؟ أنا بس بالمونديال بتابع. بحب أجواء المونديال، الأجواء كيف بتكون، كيف العالم كل حدا عم بشجع فريق، سو هيك فيها بوزيتيف فايبس. بتشوفي الكافيات مليانة، العالم عم بتحمس، سو اتس نايس. أنت ليه بتحب فرنسا؟ صراحة بحب لعبهم، وبموديل 2018 ربحوا، وبحب كثير لاعب امبابي. يعني انت مع الواقف مع الرابح؟ مع الرابح بس. وانا معي جنسية فرنسوية، سو بحب كثير فرنسا. يعني هيدا تعصب، يعني لبنانية فرنسوية. هيدا تعصب يعني خلص مبرر. بتعرفي بالفوتبول؟ بعرف هيك ان جنرال بس ما كثير يعني بعرف. هيك حدك الكابتن عباس بيقدر يساعدني. بغششك ما في مشكل، فيك تغششها بس ما تسمعنا قلنا. يلا رح اسالك سؤال، كم مرة ربحت فرنسا كأس العالم ناتالي؟ مرتين صح؟ صح؟ مرتين طبعا. برافو، كثير منيح. برافو برافو. قدام مين خسرت فرنسا المباراة النهائية لكأس العالم عام 1998؟ 1998 قدام مين خسرت فرنسا؟ ربحت ما خسرت. ايوه غششك هو. برافو عباس، سافل عباس. لا بس ما بعرف انا خليك حد ناتالي. شكرا لك، مكملين. ورح ننتقل لعند مايا نعمه. مايا كيفك انت والفوتبول بشكل عام؟ هون في طلاق وزواج. هون في طلاق. خلينا رايقين. مايا مع مين؟ عم بكشف لك انا. مايا انت مع مين؟ انا مساء الخير اول شيء. مساء النور. انا من انا وصغيره مع البرازيل، بس من اول ما تجوزت انا صرت مع المانيا. ليه؟ لانه شربل بيتابع وبيشجع. لا بدك تخبيها قصه السياره. لا بلا. شربل كثير بحب المانيا. شو خص الحب والزواج بالمونديال بارائك الكرويه؟ صح. مره كنا عم نتعشى وكانوا حاطين لعبه فوتبول، فكان برازيل عم تلعب وانا كثير بتحمس، انا بحب فنهم كيف بيرقصوا الطابه خصوصا انك انت بترقصي فبترقصي معهم. بحب الفن، ايه بحب اللعب بالفن. فاول مره تطلع فيي هيك اوكي، ثاني مره تطلع فيي هيك، ثالث مره حسيت حالي اذا بعد بحكي كلمه عن برازيل ما بعرف شو بصير. فرحت هلا على قطر، كان عندي تور، لبست جيرماني من فوق لتحت، وكل الفيديوز على تيك توك انا مع مين؟ مع جيرماني، مع المانيا. يا بس هيدا كذب يعني. هلا هو بيعرف انه بقلبي، يعني امبارح يعني بقلب برازيل، القلب مع السامبا وبالشكل على التيك توك. مجامله مع طول عمره. هيدي سياسه رابعه. مايا لعبوا البرازيل والمانيا. نعم. وصلوا للنهائيات، شو بتعملي هون؟ هلا انا وشرب الايد وحده، وهو كثير متفاهم يعني، فبخليني شجع برازيل وانا ما بزيد عليه، يعني ببلش زرك عليه، بزرك عليه، اذا ربحنا يعني بجرب ادعمه قد ما فيي روحيا ونفسيا وكل شيء يعني. وين عم تحضر المباريات؟ خصوصا انه السنه تلفزيون لبنان ما نقل، حرم اللبنانيين للاسف، حرمونا من مشاهده الحدث الاكبر اللي بيعني كل الناس، المونديال كاس العالم. هلا انا ما عندي وقت احضر تي في من ورا شغلي، فبس دائما عنا على التليفونات يعني من ورا تلاميذي او شربل يعني بالليل هيك منتابع شوي، لانه مننام بكير بنوع بكير، ف على الفون يعني على التليفون. عاملي هاك على شيء ولا عادي؟ هاك يعني. هون هاك يعني قرصنه لهدف نبيل اللي هو نعم. لا بروح رياضيه هون. بروح هلا بجنوب عند اهلي وبابا كثير بيتابع، عنا الاشتراك وسكرين كبيره لما ننزل على جنوب، بس ببيروت يعني هيك لما بنحضر ما كثير بنتابع. كيف معلوماتك الكرويه مايا؟ زيرو زيرو. بعرف رونالدو ونيمار، هيدول بتعرفيهم بس، وبيلي لانه حضرت الدوكيومنتري وكثير حبيته وتاثرت، بس عدا هيك بدي مساعده الجماهير بليز. يلا جاهزه للاسئله؟ مايا طبعا. مايا طبعا جاهزين. الشباب معك. مين حارس مرمى البرازيل؟ في اسهل من هيك سؤال؟ مين طلعي فيي؟ ما راح اغشك. ما بعرف. اليسون. اليسون. بس مين اللي غشها؟
أليسون بكر مين اللي غشة؟ أنت والله أنت عليك. أنا كيف يقدم عليك؟ السؤال الثاني قدام مين خسرت ألمانيا 7-1 بكأس العالم 2014؟ هيدا سؤال فخ. لا أيوة شو يعني؟ شو النتيجة؟ أعطينا الجواب. 7-1 7-1 خسرت البرازيل. إيه قدام مين؟ قدام جيرماني. قدام ألمانيا. مين ربح؟ برازيل. حرام ضيع برازيل. ما توتروني رجع متصابه. ربحت هي المانيا يعني هو سؤال فخ 7-1 ربحت المانيا. المانيا يا الله عم بتوتر. رح يزعل منك شربل كثير. ظاهر هي كورونا. بيبي اي لاف يو اي لاف يو اي لاف جيرماني. بس مايا امك روسيه. نعم. بال 2018 صار المونديال بروسيا. ما حن قلبك هيك دمك لتشجعي البلد بلد امك؟ اكيد اكيد حن يعني. بس انا بتذكر هي السنه ما حضرت وقتها ما بعرف كنت مسافره فما ما تبعت يعني. بس اكيد لو كانت روسيه اكيد كنت معها.